كنعاود نقولها من هذا المنبر، انا لست تلميذة احد ولم يعلمني احد ولله الحمد. كتسو كتقول انت لبنى ما كيناش، يعني انا اللي كندير كل شيء. بغيت نقول لك من هذا المنبر، انت فينك دابا؟ ما كنشوفكش. فين هو العمل ديالك؟ وهذه القوه اللي كنرقي بها يعني ندا على الرجال، فهي اكتسبتها من الاب ديالي ومن التربيه ديالو، لا دخل لاي راقي فيها. ويقول لك اولا لبنى النورانيه كانت انسانه اللي هي عاديه، يعني تمت الدراسه ديالها كايها الناس، خدمت في التعليم، من بعد بدات الامور ديال المس كتطور. يعني كنت مريضه، يعني ما غاديش نقول لكم انني واحد الانسان اللي ما كنتش مريضه، كنت مريضه وكنت جلت يعني عده طرقات، يعني ما كنتش كنتصرع، ما كنتش كنطيح، يعني الامر لان في الاخر يعني تشخص انني عندي مرض نفسي. هذا الامر هو اللي خلاني نبحث ونتعمق يعني في الرقيه، ونتعرف على رقات اللي جزاهم الله الف خير، اللي حاليا ما بقوش في الساحه، اللي ما عمرني غادي نكرر الفضل ديالهم. تعلمت منهم الكثير صراحه، يعني رغم انني كنت تلميذه عندهم، ولكن كانوا كيعاملوني كانني انا الاستاذه ديالهم، لان كان عندي علم كبير رغم اني الصغر ديال السن ديالي. كان سبحان الله كنعالج معاهم الحالات واخا انا مريضه. ومن هاد من هاد يعني من هاد المنبر ديالكم عمرني ما نسى الفضل ديال واحد راقي كان كبير في السن، كان اسمه على ما اظن الاخ عبد الواحد. كنت كنمشي عنده كنرقي ديك الوقيته، وكان كيدير لنا رقيه جماعيه، وهاد الرقيه سبحان الله كان كاع الاخوات كيتاثروا، وكنت انا كنعالج مع الاخوات وكيتعالجوا كي اللي تبارك الله يعني تم الانجاب ديالها، كي اللي تزوجات. وسبحان الله يعني مسكين كان كيبغي كل ما عرفتش شنو يدير معايا، كيقول لي بغيت نعاونك اختي لبنى، ولكن ما الغالب الله ما عرفتش منين نبداك. هذيك هي كانت الانطلاقه ديالي، يعني بديت كندير قيام الليل، بديت كنتعمق في هذا المجال يعني مزيان. كنبحث، كانت اول حاله غادي نعالجها كنت عند رقات اللي كانوا يعني اخوه ديالي، وكنعرف الزوجات ديالهم، يعني كانت كتجمعنا معرفه اللي هي طيبه، كنت عندهم يعني كضيفه. فجات واحد الاخت كانت من مصر، جات انها باش تعالج. سبحان الله اول ما شافتني قالت لي انت اللي حلمت بك غتعالجيني، وانا كنت غير ضيفه عند الرقات. فسبحان الله كنت انا اللي فكيت اللغز ديالها، وانا اللي يعني فكيت يعني التشخيص ديالها، وتم الابطال ديال الاسحار ديالها، وتفكات ولله الحمد هي والزوج ديالها. فهذه كانت هي الانطلاقه ديالي في الرقيه، فكانوا الرقات شجعوني يعني، ومن تما ما بقاوش كيعتبروني تلميذه، يعني بانني استاذه بحالي بحالهم. وكان هذاك هو اول اجر يعني خديته في ديك الحصه. من تما كانت الانطلاقه ديالي، يعني الا كان شي فضل فهما فضل هاد الاخوه اللي كان ليهم فضل كبير، يعني منهم كي ما حاليا هما ما بقاوش في الساحه، فهمتي؟ يعني نتمنى كيشرفني نقول الاسماء ديالهم، ولكن ابتعدوا عن الرقيه والتجؤوا للبيت ديالهم، يعني عندهم مشاريع اخرى. يعني هاد الناس كان ليهم الفضل عليا، اما زعما شي حد يعني حاليا في الساحه عنده الفضل عليا، انا كنعاود نقولها من هذا المنبر، انا لست تلميذه احد ولم يعلمني احد ولله الحمد. يعني الناس اللي علموني انا هما كيعرفوني وكيشوفوني لهم جزاء يعني كل الشكر، كنشكرهم من هذا المنبر، لان بهم عرفت الرقيه، وبهم عرفت شنو عندي، وعرفت الموروث اللي عندي من الاجداد. اما بالنسبه لشي حد يطلع دابا الان ويقول التلميذه ديالي، انا ماشي تلميذه، انا فعلا التجأت لذاك الشخص كانه يعاونني على ساحر كان مترصدني، فقط انه باش ينسب العلم ديالي والشخصيه ديالي اللي تكونت من الاب ديالي الله يطول ليه في العمر. يعني الا كان شي شخصيه الان يعني موجوده في الساحه وهذه القوه اللي كنرقي بها يعني ندا على الرجال، فهي اكتسبتها من الاب ديالي ومن التربيه ديالو، لا دخل لاي راقي فيها. يعني طلع في الساحه اليوم كيقول لك انا التلميذه ديالو، يعني هذا العلم كذلك يعني من الابحاث ديال الاخت ديالي الله يرحمها اللي توفات مؤخرا، كانت باحثه في هذا الدومين يعني في الخفاء في هذا العالم الزوهريه، خلات كتب الحمد لله يعني كنستافد منها انا والناس يعني من هذا العلم اللي كنعطي الناس، اللي حتى هي كان لها يد في يعني في تلمد على يدها. اما شي حد اخر فانا راني ما خديتش العلم من عنده، واي حد يعني كيجي عندي المركز كيقول لي جينا مع عند فلان تلميذه ديالو، فانا اقسم بلا اله الا الله يعني في هذا الشهر المبارك لست بتلميذه احد. يعني لان الانسان اللي ليه فضل على شي حد راه تيقولو، وانا كنقول لكم انسانه اللي كنت مريضه، وفعلا كاين الفضل ديال الناس عليا جزاهم الله الف خير، رغم انهم ما عالجونيش، ولكن حطوني في الابواب يعني انني نتعلم يعني، وفرحانين حاليا انهم حاليا انا كيتعلموا مني وكيستافدوا مني، فهذا الشيء كيطمني ولله الحمد. الاخت لبنى، كيفاش كتقومي بتشخيص المرض؟ اول حاجه كنشخص على حسب الاعراض، على حسب الاعراض اللي عنده، يعني كنسول يعني العائله، الام ديالو، الاخوه ديالو، من خلال الاحلام، هذا الشيء كامل كنشخص. عادي يمكن ليا من بعد ندخل بالكشف على البصيره، وما كنستعنش بها 100%، لان ملي كتكون عندك خبره في الحالات وكيكون عندك ذكاء يعني اللي كتكوني كتعرفي خبط الشياطين، ما كتبقايش تستعملي البصيره. ففي عده حالات والله العظيم يعني ما تندخلش بالبصيره، يعني تندخل ومني تنسول يعني الاخوه اللي معايا او التلاميذ اللي معايا اللي تعالجوا هنا،
تلقى انني ما داخلاش ببصيرتي وتنجيبها معاهم، يعني تنقولوا حنا نيشان، يعني نفس التشخيص، نفس داكشي اللي هما شافوا البصيره ديالهم. يعني الخبره والممارسه هي اللي كتخليك تعرفي تشخصي الحاله وتعرفي الشيطان اللي جالس حداك، الذكاء ديال يعني الخبث ديالو فين واصل. طريقه العلاج اللي كتعتمد عليها الاخت لوبنى؟ انا كنعالج جميع الحالات الزوهريه المستعصيه، لانني انا كنت من الحالات المستعصيه اللي تم يعني استعصات العلاج ديالي على الرقات. فاللي خلاني نبحث، يعني تقريبا انا في الدومين دابا هاد السنه تقريبا 9 سنوات، اللي خلاني يعني ندخل لهاد الدومين هو انهم استعصت عليهم الحاله، فدخلت كنبحث يعني من خلال، ما غاديش نقول لك ما بحثش، راه ما خليت حتى شي ضريح في المغرب او في المغرب، يعني كنت كندخل نبحث وكندير ورقه وستيلو وكنكتب وكندخل، يعني بغيت نعرف هاد الشيء منين جاي، يعني ماشي جا من فراغ. يعني سبحان الله، راه يقدر يجلس حدايا غير الانسان نعرف الجيل اللي طالع فيه بالالوان ديالو بكل شيء ديالو بالطقوس ديالو، لاني كنت كنبحث وكنمشي من ضريح لضريح يعني بالكتب ديالي وكنكتب. يعني الخبره ديال 9 سنين راه ماشي سهله، يعني الناس كيقول لي كيفاش كتعرفي العريض طالع وكيطلع في البلاصه، راه بالخبره، ماشي زعما يعني غير جيت وشديت الميكرو. كنعاود نقولها، الرقيه راه هي علم، ماشي غير كنشدوا ميكرو ونبداو نقراو، لان لا بغينا اللي يقرا علينا راه الامام ديال المسجد حامل لكتاب الله، بغينا اللي يقرا علينا راه حنا نقراو على نفسنا. حنا كمعالجين ربانيين كنعالجوا الناس، نخرجوهم من الظلمات الى النور، يعني كنفتحوا لهم. واول حاجه الناس خاصها تعلم العقيده الصحيحه، تعلم العقيده الصحيحه بعد تامن بالله عز وجل وما تجعلش مع الله وسيط. بغيناك تقرب لنا اكثر، ما هي الزهريه؟ الزهريه هما سلاله من الشرفاء، يعني تنقولوا حنا عندهم البركه، يعني ناس اللي هما مباركين، يعني هما ناس اللي هما مباركين. الزهريه خذات واحد الطابع، لان كنقولوا الزهري هو شيطان، يعني الناس كتطلع كتقول الزهريه لعنه، هي ماشي لعنه، بالعكس الزهريه الا تفعلات ولا تحرات فهي نعمه اكثر ما هي نقمه. على قد ما كتكون منبود، ملي كتكون يعني ما متحرش وملبوس وكتكون عندك تعطيلات وكتكون عندك عده امور، لان الشياطين عارفه الاسرار اللي وضعها لنا الله عز وجل في الجسد ديالنا. لان علي بن طالب شنو قال؟ قال لك وتحسب نفسك انك جرم صغير وانت في جسدك كون، لان الجسد ديال الانسان بمثابه كون، الله عز وجل عارف اشنو حاط في الاجساد ديالنا. الشياطين من الصغر كتسعى على انها تطفي ذاك النور ودير الظلام، لان الزهري الى تحرر كتكون عنده بركات، خطوات مباركه، كتكون عنده اسرار، يعني كيقدر يعالج الناس، كيقدر يعني ما كنقولوش حنا غير في العلاجات، كاين الناس اللي عندهم تبارك الله العلم والفقه، كاين الناس اللي كاين سبحان الله زهري اللسان، عنده الصلح بذات البين، يعني الناس اللي متخاصمين كيصلح بيناتهم، يعني الزهري عنده عده مزايا، ولكن الى اتخذها في طريق الله. راه حتى الشوافات اللي كنشوفوا دابا الروحانيين راهما زهريين، غير حنا كاين اللي كيستعملها في الخير وكاين اللي كيستعملها في الشر. غير الزهريه نعمه ونقمه في نفس الوقت، نقمه على الناس اللي كيستعملوها في الشر، يعني كنقولوا حنا صحاب كارطا، صحاب الذبايح، صحاب يشوفوا ليك، ولكن الزهري اذا تحرر وكان رباني فهو كيكون محارب ما شاء الله، يعني كيقدر يخترق جميع العوالم ديال الجن ويقدر يحارب فيهم ويحرر اخوانه الزهريين. ما هي الاخطاء التي تجعل الجن يتحكم في المريض؟ شوفي، ما غاديش نقدر نقول لك اخطاء، لان من تجربتي انا الجهل ديال الاجداد، ما غاديش نقدر نقول لك كما يقولون الرقات، المرآة، هادشي اللي كيقولوا البنات، يعني من جاك المس العاشق، يعني من خلال تجربتي انا، يعني كنقول من خلال تجربتي، يعني حنا من الناس اللي ما كناش متبرجين، يعني كنقولوا حنا يعني عايشين الحياه بطولها وعرضها، يعني الناس اللي كنا حنا يعني الصلاه منذ الصغر، يعني والالتزام، يعني هادشي كيكون موروث من الاجداد، يعني هادشي كيكون موروث السلاله، يعني كتلقاي الاجداد كانوا كيمشوا للزيارات، كانوا كيدبحوا، يعني كيكون عهود مع الجن، هي اللي كتسلط على السلاله، كتلقاي العائله فيها البنات كاع ما مزوجينش او ما خدامينش، فتلقاي هنا التابعه شاده السلاله كامله ومزوجه الملوك لكل بنت من ديك العائله، وكذلك الملكات مزوجهم الرجال، كتلقاي العائله فيها تقريبا 7 أو 6 أفراد، حتى واحد فيهم ما خدام، حتى واحد فيهم ما مزوج، هذا الموروث. ملي حنا كنفسخوا ديك العهود، يعني كنقولوا حنا دوك الذبائح لغير الله وزيارات الاضرحه، ملي كيجي عندنا المريض وكنقول ليه خصك تخرج الصدقه بنيه تبرؤ من عهود الاجداد وتجديد العهد مع الله، هنا كيسهل باش نحرقوا المواثيق، ويسهل باش نفكوا العهود ديال هي سنين، لان العهود ديال الشياطين كتكون الموروث من الجد 70. ملي حنا كنبطلوا هذا الشيء الحمد لله، كاين الناس اللي كان عندهم تعطيل الانجاب سنين، كاين الناس اللي ما كانوش مزوجين، كاين الناس اللي كانوا يعني عندهم تعطيل الزواج، والحمد لله في المركز يعني زوجوا على يدينا، يعني بفضل الله عز وجل، يعني بنات كاين اللي تم الانجاب ديالهم، كاين اللي يعني تيسرات الامور ديالهم، هذا الشيء ما تيدوش على الانسان بعيد على الله. اما كاين الناس اللي هما يعني كنقولوا حنا ماشي زهريين، اللي كيكون عندهم تقصير في الصلاه، تقصير في العبادات، يعني التبرج كيقدر يتلبس، ولكن الاصل الاصابه ماشي هذا الامر هذا، يعني ملي كتجي عندك المريضه كتقول لها لا انت متبرجه، لا، ما عمر العاشق غادي يدخل عندك بالتبرج، ام عمر، نقدر نقول لك كاين حالات طفيفه، اما اصل الاصابه فهي موروثه، لان كيعلموا ان الزهريه فهي تشكل خطر عليهم، لان لديها رحم زوهري، يخافون ان يخرج من رحمها سلاله زوهريه مباركه.
فيعطلون عليها الزواج ويعطلون عليها الانجاب، لا علاقه بالعاشق. وحتى العاشق اللي تنقولوا انه عاشق يعشق، يعني يعشق الابدان، راه ما عندوش علاقه بالعشق، راه لا يعشقك لجمالك او بغى يتزوج بك، هو عنده وظيفه كيعشق النسل ديالك. يعني تنقولوا حنا يعني كان بما يسمى ماء الحياه، يعني في رحم المراه او في الرحم او في العورات ديال الرجل، يعني ياخذوه يقوموا بالاستنساخ، يعني باش كيديروا الشياطين على الشاكله ديال الزهريه والشاكله ديال الزهري. ما عندوش علاقه انه عشقك انت، لا، راه هو يعشق يعني ما ياخذه منك من اجل الاستنساخ، لي يعني كنقولوا انتاج الشياطين في نفس القوه وفي نفس الطاقه. ملي هنا تاخذ ديك الامر عادي ان العاشق فهو يعشق الروح يعطل عليك، ما عندوش الهدف انه يعطل عليك انه باغيك. هذا الامر يعني تنقولوا في البدايه كان عندنا هذا الامر ان العاشق يعشق الابدان يعطل عليك الزواج لانه عاشقك لنفسه، هذا الامر ما كاينش، عنده دور يعني من تابعه، الدور ديالو هو انه يعطل عليك لانه يخشى انه يخرج من رحمها او من اصلاب الرجل، يعني سلاله زوهريه مباركه، يخافون ان تحاربهم، يعني يحاربوا المسيح الدجال، هذا الشيء اللي كاين. يعني اغلب الحالات بغيتي تقولي هما ناتجين عن السحر المورود. السحر المورود. اما حاله طفيفه اللي نقدر نقول لك البنت قصرات في الصلاه ديالها او التبرج او هكا، ولكن كنعاود نقولها الانسان الا بغى يكون رباني او تجدد الطاقه راه عليه بالالتزام، يعني عليه بالالتزام. يعني تنقولوا حنا الصلوات الخمس راه ما كافينش، يعني الانسان قيام الليل، قراءه القران، الختم، ومن تنقول هكا ما تنقولش يعني شي برنامج اللي هو كثير، يعني راه يعني الامور تكون غير قليله ولكن مداومه، يعني فهمتي، يعني اقلها ولكن تكون مداومه، يعني الانسان يدير العبادات ما يكثرهاش باش ما يجيش نفور من العبادات، ولكن يحاول يدير واحد العدد قليل ولكن يداوم عليه، فهمتي، بشويه بشويه. ما هي اغرب الحالات او المواقف التي مرت عليكم وبقيت راسخه في اذهانكم؟ وهي عدة حالات صراحة، يعني تقريبا ملي فتحنا المركز يعني في الدار البيضاء، يعني كل يعني كنا العوارض سبحان الله اللي كتطلع، يعني بقى كنعقل واحد الأخت طلعت قالت لي الرقات كلهم تساريت عندهم، يعني شيطانة، قالت لي الرقات كاع بقيتي لي غير انت امرأة، بقيتي لي غير انت امرأة، جابوا يعني بدات بالاستهزاء، ولكن سبحان الله هذيك الشيطانة في الأخر جات كتقول لي كلشي درت لي الحساب حتى لك انت امراه ما درتش لك الحساب، فسبحان الله انا اللي فكيت اللغز ديال ديك الاخت، وسبحان الله طلعت الشيطانه، يعني كتعرف الموروث ديال الاجداد ديالي وكتعرف الجده ديالي منين جا الموروث، فكانت مستغربه انني تعالج واني تحررت وكنحرر الناس. فهاد الشيطانه سبحان الله يعني كانت كتقول، يعني تقريبا هاد الاخت دازت مع عده حصص، ولكن سبحان الله اللي كانت قالت لي تقريبا شي 10 سنوات وهي تتلف على الرقات، ولكن سبحان الله تم العلاج ديالها باذن الله. يعني هاد الامور اللي كنت كنلمسها في الاول كيطلع الشيطان بقيتي لنا غير انت امراه اللي كترقي، ولكن سبحان الله من بعد يعني تعترف بالقوه وبالخبره وبالعمل ديالي الحمد لله. هل سبق لكم ان تعرضتم للتهديد او الاذى من طرف الجن؟ كثير. انا بعد اولا قبل ما ندير المركز هنا في الدار البيضاء، اول شهر كنت درت لقاء صحفي قبل معكم، فعلا تلقيت تهديدات من الجن، وفعلا كانوا الناس اللي كنرقيو يعني كانوا كيشوفوا رؤيات وكانوا قالوها ليا، وانا بالطبع كنقول وما هم بضارين من احد الا باذن الله. فكان هذا الامر يعني كنقولوا حنا يعني كان هو السبب ان يعني الانسان اللي كنت كنشتغل معاه يعني تمكنت منه المرضه والشياطين، فنسب عملي له وقال ان يعني كاع الخدمه كنخدم انا وياه، فنسب كاع العمل ديالي والخدمه ديالي نسبها لي وانني انا ما كنت كندير والو، فقامت فتنه فهمتي. فكان لاني تغيرت المدينه وجيت يعني رجعت الموطن الاصلي ديالي الدار البيضاء وافتتح مركز، وبقى نفس الهجومات، كانت يكتب تعليقات انك يعني انت فاشله هكا، لانه ما تصورش انني غنوقف على رجلي من بعد دوك المكائد اللي دار ليا، ومن بعد يعني تنقولوا حنا يعني اللي هي خبيثه، يعني انا من هنا يعني مسامحه في الدنيا كي لا اقابله غدا امام الله عز وجل. يعني وفي الاول كانت يبقى فيا الحال، ولكن عرفت الله عز وجل لاني كنت كنبحث أن الله في حكمة إلى بعد لك شي أشخاص إلا وكيوجدك لواحد المهمة، فالحمد لله اليوم أنا ثبت العمل ديالي بوحدي، ما معايا حتى شي حد، هو ما معاياش وناجحة بلا بيه، وما محتاجاش لك أنك أنت اللي كنبغي نقول لك من هذا المنبر أنت فين؟ أنت اللي فين؟ كتقول أنت لبنى ما كيناش، يعني أنا اللي كندير كل شيء، بغيت نقول لك من هذا المنبر أنت فينك دابا؟ ما كنشوفكش، فين هو العمل ديالك؟ لبنى دارت صفحة، دارت قناة، اشتهرات، الناس كيعرفوها كيحبوها، عالجت الحالات المستعصية، حتى الحالة المستعصية اللي عالجتها في مدينة سلم سبتيها لنفسك، وتنقول لك ما كاينش مشكل، ولكن أين أنت الآن؟ ها أنا فين واصلة وأنت فين كاين دابا؟ لأن العمل سبحان الله العمل ديالي هو اللي كيحكم عليا، ماشي يعني الباطل اللي طيحتي عليا، اللي تنقول لك أنا سامحتك ولكن قدام الله ما نبغيش نطلقك، فهمتي؟ وكنقول لك كنشكرك، حيت كانوا ما درتيش هكاك ما كنتش انا غادي نوصل لهذا الشيء انا فيه، لان كاع الناس كانت كتقول لي فرقي داك السيد راه ما صالحش ليك، وكنت كنراه ابا لي، ولكن تاكدت ان
يعني هادشي اللي جا من عند الله فكان خير لي انني بعدت عليك، وكنحمد الله ألف مرة انك انت ماشي في حياتي. تقدري تقربينا اكثر، ما هي انواع السحر؟ كاين السحر المرشوش، كاين السحر المأكول، كاين السحر المدفون، هذه كتبقى اسحار، ولكن اسحار الجن فهي اخطر الاسحار، كتكون اسحار اللي هي فولاديه، كتكون اسحار سبحان الله اللي كتكون افخاخ ديال الشياطين، كاين اسحار اللي سبحان الله ما كتبطلش، اللي يجب استحضار المفاتيح ديالها، المفاتيح اللي كتكون مطلسمه كتلصمها الجن. الا حضرات المفاتيح اللي هي مطلسمه يمكن لينا نفتحوا الباب ديال داك السحر ونبطلوه، لان الشياطين ما بقيناش حنا في الاسحار، هذا سحر مدفون، هذا مرشوش، هذا معلق، لان الاسحار ديال الشياطين راه ما تتقبلهاش العقل. كاين شي اسحار اللي سبحان الله في العالم ديالهم اللي كتقولي كيفاش عملوا هذه الاسحار، اللي كتكون منذ الصغر، الانسان كيقول لك انا كيقول لي عندك السحر المرشوش وبطلته، ولكن حنا ملي كنبغوا نبطلوا شي سحر مرشوش او نبطلوا اللي هو سحر اللي تنقولوا حنا سحر التفريق، راه كنرجعوا لسحر التفريق ديال الوالدين، راه ماشي انت عندك سحر التفريق راه غادي تبطلوا، راه السحر الاصلي جاي من عند الوالدين، خصو يتبطل ما عند الوالدين الاصلي، عادي يمكن لك تبطل ديالك انت وديال الاخوه وعاد تحيد التعطيلات عليك، لان كنشوف اسحار الجن اكثر من الاسحار ديال الانس، فهمتي؟ اسحار ديال الصحراء ديال الانس، الاسحار ديال الجن هي اخطر الاسحار، اما الاسحار ديال الانس فاي زهري يقدر يبطلها، ما كتاخذش منه يعني عناء طويل، لان الشياطين عارفه هذا الشيء، ان الزهري لا تحرر قادر يبطل الاسحار ديال الصحراء ديال الانس، ولكن اسحارهم هي اللي كتكون عباره عن طبقات، فهمتي؟ عباره عن طبقات، وكتكون عباره يعني كنقولوا جسد الزهري في اربع طوالع، يعني الطالع المائي، الطالع الهوائي، الترابي والناري، هالطوالع خصها تتحرر كاملة في أجساد الزوهريين، إلا تحررت عاد يمكن لنا نقولوا بأن الزوهري تحرر 100%. هل يمكن للإنسان حماية نفسه من السحر؟ أكيد، إنسان إلا كان كيقرأ الأذكار ديالو وكان على طريق الله عز وجل ولا يشرك بربه أحدا ويتوكل على الله، يتوكل على الله فهو حسبه، كنرجعوا للآية وما هم بضارين بهم أحد إلا بإذن الله، إلا شديتي طريق الله وكنتي محافظ على الأذكار ديالك ومستعن بالله، وكنقولوا الطاقة، الزهري طاقة، ملي كتقول أنا في حماية الله عز وجل ما غتشد فيا حتى شي حاجة، والله العظيم ما تشد فيك شي حاجة، هذه هنا فين كنعاود نرجع للناس، يكون عندكم حسن الظن بالله عز وجل، حنا إنسان غير ضروا صبعو لا هذاك غير سحر لي، لا خلي امرك بالله عز وجل، واستودع امرك ونفسك عند الله، والله حاشا واش حاجه ولله، واش ربي ينصر الشيطان عليك، هادشي راه عن تجربه، راه نهار ولينا امورنا الانس ما بقيناش كنستعنوا بالله، هنا فين كلينا العصا؟ هنا فين كلينا العصا؟ كتمشي ملي كتجي عند الراقي راه من راسي وجبدني، غتجي عندي كتجي عندي كتقول لي انا جيت سمعت بك انك كترقي مزيان بغيتك تعالجيني، انا ما كنعالجكش الله اللي كيعالجك، حيت انا ملي كنهز الميكرو كنقول يا ربي اجعلني سبب في علاج هاد الناس، انا تنستعن بيك ما تنستعن حتى شي حد، ملي غتجي عندي انت وتعلق الامل ديالك بيا كون على يقين، راه ما غاديش، راك جعلتي بينك وبين الله وسيط، انت ملي تجي اش غتقول؟ يا ربي اجعل هاد السيده سبب في العلاج ديالي، يعني اعاونها باش تعالجني، اما ملي غادي تمشي عند واحد الراقي او واحد المعالج تقول لي انا جيت عندك بغيتك تعالجني ونفيتي الصفه ديال الله عز وجل لانه هو اللي كيبطل وهو اللي كيعالج، هنا كتوقع في المحظور وهنا كتستعصى الحاله ديالك، وكل ما تعلقنا بالله وعرفنا الله انه هو الشافي كونوا على يقين غتحصدوا الشفاء وغتكونوا محصنين. شنو تقدري تقولي لنا بالنسبه للناس اللي كيديروا خط في الجن؟ شوفي الامور اللي كنشوف دابا حاليا ديال الجن كيطلعوه في شخص اخر، وهذيك هذا الامر هذا انا لا اؤمن به بتاتا البتة، لان جاو عندي ناس اللي كانوا كيديروا فيهم الخطف سبحان الله بحال قلتي شي محطه محلوله، يعني استغرقت معنا يعني شهور عده باش نقدروا نفرغوا هذاك الجسد، يعني كان واحد الاخ جا عندنا كيخدم بواحد راقي كيطلع فيه الجن، سبحان الله شنو الجسد ديالو راه بحال شي نقول لك محطه بالشياطين، يعني هاد باش انك تخطف الجن في الجسد ديال الزهري راه كتكرفص عليه، يعني كتجعلو كتجعل الجسد ديالو كتجعل الجسد ديالو بحال شي مقبره، كيولي مسكين اللي جا كيدخل فيه، هذاك ما كنسميوه الاستنزال، انك كدير فيه الاستنزال كتنزل فيه الشياطين، اما الخطف كاين ولكن بطريقه ربانيه، عندنا اختام ديال الخطف، الا كنتي رباني وتخشى الله وتحرر الاختام ديالك يمكن لك تخطف اي شيطان في مكان تخطفه بلا اله الا الله، وتخطفه وتسحبه وتجيبه عندك، الا انت كنعرفك نيت راقي كيف ما تقول انا راقي كاين او يعني المعالج يعني كاين، ما تطلعش الجن في الجسد ديال الاخ ديالك او اي انسان، يعني تجيب الاخ وتجلسوا حداك تخدموا معاك وتبقى تخطف فيه الجن، بغيتك تعرف تخطف الجن خطفوه وجيبوه حداك ونحره، ولكن ما يمكن ليش ندير نخطف الجن في جسد ديال الانسان وندمر ليه الحياه ديالو، الخطف في جسد الانسان ما كاينش، ولكن تخطف كنخطفوا الجن في مكان، ولكن باختامنا الربانيه اللي عطانا الله وبالاستعانه بالله عز وجل، وكذلك هناك شياطين اللي هما من المندارين، راه ما كتنحر ما كتموت وانما تسجن، يعني شياطين مندارين حتى هما كيتسجنوا، كاين سجون اللي هما كيتسجنوا في السجون الازليه، يعني عندهم جواهر عندهم طاقات كنسحبوا منهم هذه الامور هذه ومن بعد كنسجنوهم في السجون الازليه. بالنسبه لحرق الجن كاين حرق الجن علاش ما كاينش، ولكن من بعد النحر
من بعد النحر كنحرقوا الجن، لان الجن الا نحرتيه وما حرقتيش كيعاود عاوتاني يحيى عاوتاني، فهمتي؟ لان خصك تحرقيه. شوفي المحكمه ديال الجن، نقول لك المحكمه ما غنقولش ما كايناش المحكمه، حنا لا علاقه لنا بهذه المحاكم، حنا ما تنتحكموش في محاكم الطاغوت، حنا ما تنتحكموش فيهم. شكون اللي عنده علاقه بهذه المحاكم؟ الروحانيين صحاب بارك الله فيكم، حرقوا ليا ديروا ليا، هما اللي تيتحكموا في الطاغوت. الله عز وجل جعلنا خليفته في الارض، ما جعلش بيننا وبيننا وبينه وسيط باش انا غادي نمشي نستعن بالمحكمه ديال الجن ونجي ندير معاهم. فعلا كاينه ملفات كتصدر في الزهريين، يعني احكام باطله مع الجن، يعني كيحكموا فيها اللي هما خضات اللي هما ماسونيين، يعني اللي هما مزيفين، ما كيحكمش فيها الجن المسلم. يعني كتصدر احكام، يعني مثلا كنقول هاد الاخت عندها 30 عام ديال التعطيل، عندها 20 عام ديال المرض، او تيحكموا عليها بالعمى، او تيحكموا على بعض الامور، كتكون احكام اللي هي باطله من طرف الشياطين. ولكن إذا كان معالج رباني فتيقدر يقتحم المحاكم ويسحب الملفات يحرقهم ويحرر القضاة اللي هما المسلمين، وتينحر سميتو وتينحر القضاة اللي هما الماسونيين، وترفع الأذان في المحاكم، ترفع الأذان وكلمة لا إله إلا الله. تنقولوش المحاكم كاينين، ولكن حنا لا علاقة لنا بهم. الناس اللي عندهم علاقة بالمحاكم هما الروحانيين. بالنسبه اخت لبنى، هل تستعينون بالجن في طريقه العلاج ديالكم؟ لا ابدا. الناس اللي كيعرفوني وتتبعوا القناه ديالي، انا الوحيده اللي كنقول حرمت الاستعانه بالجن، وما تنجعش بيني وبين الله وسيط، وعمرها غادي تكون الا ان يرث الله الارض وما عليها. الله خلقني وكرمني حاشا ولله باش نجعل مع الله وسيط. والناس ما كنقولوش ما كايناش رفقه، كاينه رفقه. وفي الفيديو ديالي كنقول حررتكم في سبيل الله اذهبوا انتم الطلقاء، ما كنبغيش العون منهم. إلا جات شي مساعدة من عند الله ما عرفهاش مرحبا بها، الله اللي سخرها. أما باش نعيط للجن فلاني تعالوا حرقوا ليا، راه هذه عمرها ما تكون، عمري ما نجعل مع الله وسيط. كاين الله عز وجل، نحن خليفة الله في الأرض، ونحن من أعطانا علم الكتاب، ليس لعلاقة بالجن به. والعلم ما كناخذوش من الجن، العلم تناخذوه من عند الله عز وجل ومن علم الكتاب. الجن ما تيعطيناش العلم. واش لبنى عندها شي طريقة سرية في العلاج؟ السر هو الله عز وجل. أنا نقدر نقول لك كنحب الله أكثر من والديا، الله كان سند لي. انا بالنسبه لي الله كان سند لي في الوقت اللي تخلوا عليا بزاف الناس في وقت المرض ديالي. فانا الحاجه الوحيده اللي يمكنني نتقلق عليها او يبقى فيا الحال او تلقيني حزينه عليها هي ربي لا غضب عليا. انا كنقولها، كنقول الناس بطريقه بسيطه، انا صديقي هو الله، انا مصاحبه مع الله. الا بغيت نخرج كنتشاور معاه، بغيت اي حاجه بغيت نديرها لان دوزت يعني فتره من الابتلاء، فسبحان الله هو اللي كان معايا. يعني تجردت من كل شيء، ولكن الله عمره ما تخلى عليا، الله كان معايا. فما دام الله راضي عليا وحطني في هذا الموقف وخلاني نعالج الناس، يعني وتنقولوا لولا ابتلاء سيدنا يوسف لما صار عزيز مصر، ولولا هذا الابتلاء كما كانوا كيلقبوني الرقات، يعني ملي كانوا كيشوفوني كيقول لي قصته كيتشبه قصه سيدنا يوسف، يعني لولا هذا الابتلاء ما كنتش غادي نكون هنا. فانا راضيه بهذا الشيء اللي عطاني الله، وما حد ربي راضي عليا، انا فرحانه. اللي ما رضاش عليا الله اللي ما غنكونش انا فرحانه. انا كنت انسانه اللي هي روحانيه وكنت عامل بالجن وكنقول لهم سيروا ذبحوا وسيروا ديروا، كانت الناس غتبغيني، وحتى هاد الروحانيين كانوا غيبغيوني، فهمتي؟ ولكن مادام انني كنحارب الشركيات وكنقول كاين غير الله عز وجل، وكنتقاسم معاهم التجربه ديالي بانني كنت مريضه، وتنعطيهم ان السر كاين مع الله عز وجل، فاكيد غادي نتحارب. وهذا الشيء ما كيهمنيش، لانني كنتحارب الناس، يعني حتى كنتحارب حتى من رقات، ولكن هذا الشيء راه ما تيهمنيش مادام انا في الطريق الصحيح والناس كتبغيني وكنعالجهم. وسبحان الله، يعني انا راه ما تنتعاملش معاهم يعني كمعالجه، راه كنقدم لهم العلاج النفسي قبل ما ندخل معاهم في العلاج الروحي، لان العلاج النفسي اهم من العلاج الروحي. اي واحد تيقول لك انا نوراني ويتعامل مع الجن اخي، وتيوهم الناس ديالو ان معك رفقه بالاسماء ديالها، وتيقول لك شنو كاين عرف انه